صحيح، بتتذكري وقت قلت لك انه المجرم بدور 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 بيرجع على مكان جريمته؟ ايه بتذكر هيك شيء. طيب انا حاليا بدي اعترف لك بجريمه ثانيه. شو عامل هالمره؟ قتلت والدتي. انا زرعت البذور ورح يطلعوا وردات حلوين، بس بدهم شويه وقت. يعني سامحتيني؟ على شو؟ شكرا. شكرا لك. أنا؟ على شو؟ باي.